الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعونا فيها. رئيس اللجنة الانتخابية يؤكد اتخاذ أجراءات جديدة من أجل تأكيد شفافية الحياد وتسريع عملية الفرز خلال الجولة الثانية. حزب المستقبل ينتقد أداء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ويقول إن انتخابات الجولة الأولى شهدت بعض الخروقات. منحدرون من مدينة باسكنو يحتجون أمام القصر الرئاسي بنواكشوط ويناشدون الرئيس بالتدخل لإنقاذ المتضررين من السيول. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. قال رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد فالو البلال إن اللجنة هيأت الإجراءات اللازمة من أجل التحضير لجولة انتخابية ثانية دون شوائب. وأضاف البلال في تصريح لقناة المرابطون على هامش اجتماع له برؤساء مكاتب التصويت في نواكشوط أن اللجنة اتخذت إجراءات جديدة تهدف إلى تأكيد شفافية الحياد وتسريع عملية الفرز خلال الجولة الثانية. أعتقد أنه هو الأول من نوعه. الهدف منه هو التحضير لشوط ثاني بدون شوائب. لدينا الإمكانية لذلك، وكنا نهيئ أهيئنا اللوازم كلها من حيث البطاقات والمستندات والأوراق المطلوبة والأجهزة. والآن كان ندخل في نطاق مرحلة تهيئة الكادر البشري لتحسين الأداء. لقد اتخذنا إجراءات جديدة تهدف إلى تأكيد الشفافية والحياد وتسريع عملية الفرز وإعداد المحاضر ومستخرجات المحاضر وتوزيعها على كل الجهات المعنية. أكدت على أن ممثلي اللوائح ليسوا في حال التعارض مع رئيس المكتب ومع أعضاء المكتب الآخرين، وإنما هو كله طاقم المكتب، وعليهم يتعاملوا معهم برفق وبلطف وبروح منفتحة. كما أكدت على أن المحاضر تكون صحيحة، تكون مضبوطة، وأن يخرج كل ممثل لائحة بمستخرج من المحضر يكون معه في حوزته حتى يطمئن الجميع على ما جرى. يتوجه الناخبون في موريتانيا يوم السبت إلى صناديق الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات البلدية والجهوية والتشريعية التي أجريت جولتها الأولى فاتحة شهر سبتمبر الجاري. وقد أبرمت عدد من الأحزاب السياسية اتفاقيات انتخابية استعدادا للظفر بالجولة المرتقبة التي ستنظم على مستوى 9 مجالس جهوية وأزيد من 100 بلدية، إضافة إلى عدد من الدوائر الانتخابية فيما يخص النواب. نتابع التفاصيل في سياق هذا التقرير. خارطة التحالفات السياسية بين الأطراف المتنافسة في الجولة الثانية من الانتخابات البلدية والجهوية والتشريعية المرتقب خوضها في 15 من شهر سبتمبر الجاري بدأت في التشكل. آخر تلك التحالفات قرار حزب التحالف الشعبي التقدمي الذي يرأسه مسعود البلخير دعم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في مختلف الدوائر التي يخوض فيها شوطا ثانيا باستثناء مقاطعة كرمسين، حيث يخوض التحالف قوى الأمل الذي يعتبر التحالف الشعبي أحد أعضائه جولة ثانية. وقبل ذلك كان حزب التكتل القوى الديمقراطية قد أصدر تعميما دعا فيه منتسبيه إلى دعم المعارضة في الجولة الثانية بمختلف الدوائر التي تتنافس فيها مع حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، حاله حال مختلف الأحزاب السياسية المنضوية تحت لواء الائتلاف المعارض. كما ربط حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل تحالفات مع بعض الأحزاب السياسية يدعمها بموجبها في بعض الدوائر وتدعمه في دوائر أخرى. وبالمقابل عبرت عدد من أحزاب المعارضة المشاركة في الحوار السياسي الأخير عن دعمها لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية
بمختلف الدوائر الانتخابية التي يخوض فيها جولة ثانية. ويصف البعض الجولة الانتخابية الثانية بأنها بمثابة اقتراع جديد، حيث ينتظر خوضها على مستوى 9 مجالس جهوية إضافة إلى 108 بلديات و12 دائرة انتخابية فيما يخص النواب. وقد أوضحت النتائج المعلن عنها مؤخرا من طرف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تقدم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في الجولة الأولى بفارق مريح عن أقرب منافسيه، وهو حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية الذي حل في المرتبة الثانية. وصفت نقابة الصحفيين الموريتانيين إشراف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات على اقتراع فاتح سبتمبر بالمقبول، بالرغم من أن تشكيلتها لم تحظى بإجماع مختلف الفرقاء السياسيين وشكلت على أساس ما وصفتها بالمحاصصة الحزبية المحضة. وأضافت النقابة في بيان صادر عنها أنها شكلت فريقا لمراقبة الانتخابات خلال جولتها الأولى، مؤكدة أنها لاحظت بعض النواقص والاختلالات سيتم التطرق لها في تقرير نهائي ستصدره لاحقا. ومعنا في الاستديو محمد سالم ولدة نقيب الصحفيين الموريتانيين، اهلا وسهلا. اهلا مرحبا وسهلا. اذا في البدايه، ما طبيعه مراقبه النقابه للانتخابات، وهل الفريق الذي تحدثت عن تشكيلته في بيانها تم بالتعاون مع اللجنه الانتخابيه وبطلب منها ام من النقابه؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. الطلب جاء من النقابه، النقابه تبعثت بطلب لمراقبه هذه الانتخابات، واعتقد ان نفس الشيء تم من خلال نقابة المحامين، لكن نقابة المحامين فيما يبدو لم تدخل مراقبة في هذه الانتخابات، لكننا في نقابة الصحفيين دخلنا في مراقبة هذه الانتخابات، وتم اعتماد طلبنا وبوسائلنا الخاصة أيضا في هذا المجال. وبالتالي شكلنا فريق مراقبة، هذا الفريق يتكون من مجموعة من الصحفيين، من ضمنهم من تكون بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان لمدة يومين، وتم تحويله إلى 8 ولايات داخلية في الوسط وفي المناطق الشرقية، ومن ضمنهم مجموعة من الصحفيين الموريتانيين الموجودين في المنشور. طبعا هذا الفريق روعي فيه الاهتمام ومدى القدرة على المتابعة وعلى التحرير وعلى التدقيق، وكذلك أيضا على إعداد تقرير يفي بكل ما تمت ملاحظته أو مشاهدته خلال هذه الانتخابات. طبعا في بياننا اليوم وصفنا هذه الانتخابات، وصفنا أداء هذه اللجنة، اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، بأنه أداء مقبول، لكننا أيضا وصفناها على أنها لجنة من مجموعة من الأحزاب السياسية، غابت عنها أحزاب سياسية من طيف المعارضة الذي لم يشارك في الاستحقاقات الماضية، غاب عنها أيضا تمثيل المجتمع المدني. طبعا هذا لا شك أنه سيضفي شيئا ما على بعض من طيب عملها، لكن وصفتم أداءها بالمقبول، على أساس تم هذا الحكم في ظل أن الأحزاب تصفه بغير ذلك؟ على كل حال نحن نقابة مهنية مستقلة، ولعلنا النقابة الوحيدة الموجودة في هذه المراقبة، وراقبنا بمحض إرادتنا وبوسائلنا الخاصة، وأيضا مساهمة منا كنقابة تهتم بالشأن العام وتهتم بتعزيز ميدان الحريات وتجذير ثقافة الحوار الديمقراطي وتجذير الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة، ارتئينا أن ندخل هذه الانتخابات وأن نراقبها، لأنها انتخابات جاءت في ظروف دقيقة كما وصفناها في البيان، وأيضا جاءت في ظل مشاركة الطيف السياسي ككل، ما في ذلك الأحزاب التي لم تشارك في الماضي. على كل حال لم نصفها بأكثر بأنها مقبولة من حيث الجاهزية اللوجستية للجنة، وأيضا من حيث أيضا جولاتنا داخل هذه المكاتب، طبعا لاحظنا بعض الملاحظات على كل حال سنؤجل الحديث حولها إلى غاية إبانة ذلك من خلال التقرير النهائي. ما أصدرناه اليوم هو مجرد بيان إعلامي كنا ننتظر من خلاله أن تستكمل عندنا بعض المعلومات، خصوصا بعد الشوط الأول، ووصفنا فيه الحالة التي أو الظرف الذي جرى في هذه الانتخابات بأنه ظرف. على كل حال لم نلاحظ تشنجا هنا وهناك، ولم نلاحظ يعني شكلا من أشكال
الاحتجاج، وإن كانت هناك حالة وقفة سجلت ولكنها لم تكن على شكل احتجاج بقدر ما كانت تطالب بتسريع وتيرة الإعلان عن النتائج. على كل حال سيكون دور النقابة خلال الجولة الثانية؟ طبعا نحن سنساهم بنفس الفريق في الجولة الثانية، وبعدها إن شاء الله سنصدر تقريرنا النهائي عن هذه الانتخابات بكل ما شاهدناه فيها من سلبيات ومن إيجابيات، وموقفنا وهذا هو موقفنا. نحن لسنا طيفا، لسنا حزبا سياسيا، نحن نقابة مهنية مهتمة بمجال الإعلام ومجال الحريات الإعلامية ومجال الحريات العامة بشكل عام وبمجال الانتخابات أيضا. محمد سالم الدهن، نقيب الصحفيين الموريتانيين، شكرا جزيلا لك. شكرا، بارك الله فيك. من جانب آخر، انتقد رئيس حزب المستقبل المختار السيدي مولود اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وإشرافها على الانتخابات البلدية والجهوية والتشريعية. وقال السيدي مولود خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط أن الانتخابات عرفت خروقات، وأن الحزب تقدم بورقة إلى اللجنة الانتخابية حول بعض الخروقات التي شابت الجولة الأولى من الانتخابات، وأنها اعترفت بذلك لكنها لم تسويها. هاي اللجنة اللي المستقلة اللي تعرفوا عنها الصيف اللي وعدت فيها، فتعرفنا في الصيف اللي وعدت فيها بأن كانت أحزاب المعارضة بصفة عامة مقصية، واللي حضر فيها لا النظام وحلفاء، والمعارضة الحقيقية ما شاركت فيها وطالبت وحاولت يا غير منعت، وكانت مولي الأعضاء اللي في اللجنة المستقلة ما أعرف من هي. إذا ما فاجعنا النتائج اللي ده هي، ولا فاجعنا أيضا الخروقات اللي شابت المسار اللي ده هو اللي استحقاق اللي ده اللي واشعة كنا نختارها ما تخلقت. وهذه الخروقات على كل حال تجسد في الكثير من الشيء اللي فتنا ذكرناه في ورقة جبناها لسيني وطرحناها لها احتجاجات واعترفت بها، اعترفت أنها خروقات وأنها موجودة. قال قالت أنا ما عندها الشيء أنها على كل حال ضعفت عن قد تسويها، وتأثرت منها الانتخابات وموريتانيا بصفة عامة والمعارضة بصفة خاصة. وصف الأمين العام لحزب المستقبل الساموري والبي المسار الانتخابي الموريتاني بغير الديمقراطي، مضيفا أنه شهد غياب النزاهة والشفافية والاستقلالية. أضاف والبي خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط أن المسار الانتخابي الحالي يتسم بما سماه تحكم إرادة السلطة القائمة، واصفا الأمر بالخطر. أصبح من بدايته معروف أنه ما هو مسار ديمقراطي ولا يجد عود انتخابي به، اللي قابة النزاهة وقابة الشفافية وقابة الاستقلالية، ومعروف عنها رواية تحكم فيها إرادة سلطة قائمة، وقالت قايلة في الموضوع وطبقت، أما اللي قالت عنها اللي يتعدل طبقته وجسدته، إحنا ما كنا أجالة عنها طبقه، يا غير شفناها طبقته وشافوا الموريتانيين أنها طبقته، هذا نشوفه أنه خطير. وصفت النائب البرلماني السابق القيادية بحزب المستقبل المعلومة متبلال الانتخابات البلدية والجهوية والتشريعية بالمزورة، مضيفة خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط أن حزب المستقبل تعرض للاستهداف من طرف جهات لم تسمها. نعرف أنه استهدفنا بيك الناحية، وعلى كل حال ما هي جديدة علينا، وكنا نعرفه وكنا طارحين هبل يا غير ملي لنارة الرأي العام اخترنته، فلا نقول للمواطنين ذاك اللي خلق بطريقة شيء ما هي ليتعود واضحة حتى بين اللي مثلا وضوحها ينتظر ذاك اللي يجي عقبها، وفي الشوط الثاني وتبدأ الناس تطرح لبيناتها في بلدها، وشاف ذاك ملي اللي مازال لا يعدل النظام به اللي يبدو انه مازال ذاك اللي يعدل ما فاتوفه. على كل حال الانتخابات مصورة من ألفها إلى بائها، سواء كان ذاك اللي متعلق باللوائح الوطنية، سواء كان متعلق باللوائح الجهوية، سواء كان متعلق بالبلديات، كل حد يعرف عنه مصورة، وكل حد يعرف عنه مصورة بعدة طرق، يعرف عن خلقة البطاقات اللي عاد عند الناس تطبعها، وعلنها عاد هم اللي السبيسيمن اللي هم اللي أصلا ينسرق عليهم، وعدلوا عند مطابعهم وما رقت لك حد منهم ذاك اللي يبقي، والله اللي عم بوتي مية دليل واضح لذاك، ووقشوا شو تدل أكثر وضوح من ذاك. أنا لدي اللي كثير ومن يتلا حد يجمع ما يقدر يحصيها ولا يقدر يوفيها، وأنتم ما قاعد أخبر منا نحن في الصحافة، بالتالي نحن لا حد لنا هنا نقول لكم الحشوتو بين اللي تبارك الله عندكم إنه أدلة قاطعة براهين ساطعة. يا رب، على كل حال بدأت إنه في الأيام الأخيرة توف عن هون استهداف خاص بالمستقبل. وصفت مرشحة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية لرئاسة جهة نواكشوط فاطمة بنت عبد المالك جهة نواكشوط بالمهمة.
داعية إلى عدم منحها لمن ليست لديهم تجارب، لأن ذلك سيفشلها وسيكون الضحية الأول هو الشباب على حد تعبيرها. جاءت دعوة بنت عبد المالك في حديث لها خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط نظمته حركة شباب منتصرون لدعم الإنجازات لإعلان انضمامهم لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية. أنا لا نختار أن ذكروا توف عن جهة نواكشوط عنها مهمة وعنها ما تخلى تنعطى لرقاج ما عنده تجارب، عنده أركان من التجارب الناجحة باللي لا يفصلها فصالها ما يصالحة ولا لا قدر الله تفشل والضحية في ذاك لا يعود إلا المواطن. معناها المجموعات الشبابية اللي هذه مؤسسة لا تعود مهمة لكم، مهمة لكم في التنمية، مهمة لكم في تشغيل الشباب، مهمة لكم في تأطيره، مهمة لكم في إقامة منشآت ثقافية ورياضية مهمة على العموم، ميارتنا ما نخلوها بين أيدي الناس الأخرى. وعلى ذاك الأساس ميارتنا من الليلة نبدو التحسيس ونصهر وإعلان كل حد منا يوصل الخطاب المحيط الواسع، المحيط الضيق، لزملائه، لأقربائه، جيرانه، الناس كاملة لن يوصلها الخطاب. إلى شأن منفصل، حيث زار الوزير الأول يحيى الحدامين الأسر المتضررة في مدينة باسكنو بولاية الحوض الشرقي جراء السيول التي شهدتها المدينة. ونقلت مواقع أخبارية عن الحدامين قوله إن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة لمساعدة وإيواء المتضررين، وإن وفدا يرأسه وزير الصحة سيزور المنطقة. من جانب آخر، بعث حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل قافلة إلى مدينة باسكنو لإغاثة الأسر المتضررة جراء السيول التي شهدتها المدينة. وتضم القافلة التي وصلت المدينة مواد غذائية لمساعدة المتضررين الذين تسببت السيول في هدم عدد من منازلهم وأضحوا مشردين. من ناحية أخرى، احتج منحدرون من مدينة باسكنو أمام القصر الرئاسي في العاصمة نواكشوط للمطالبة بإنقاذ المدينة من السيول التي تعرضت لها. وطالب المحتجون الرئيس الموريتاني بالتدخل من أجل إنقاذ المدينة والقرى التابعة لها والمتضررة من السيول. باسكنو لحد الساعة دمرت أكثر من 40% من منازله. هذه الدقيقة جاء الوزير الأول وجاء الوالي أمس ولا قدروا يحركوا في الدشرة. جاء الوزير الاول ومدير اليمن وخاضوا شارع من شوارع الدشره وحلوا سياراتهم ونقزوا ومشاو على الاقدام وطالبين من الدوله الى عاد يتعدل لنا، يتعدلوا ما يعدلتوا لا تطلب باسمنا وتعدل لنا عاده الاهل الطينطان. لين تعدل لنا عاده الاهل الطينطان اللي اعطانا شيء ما هو له يمشي هدران. وطالبين من الدوله، طالبين من جميع موريتانيا يعاونوها باسكنو في النكبه اللي جاتهم الايام. ومؤولين عليهم كانوا ومؤولين انهم لا يعاونوهم. الباس كانوا تعبوا والولايه تعبت بهذه النكبه وطالبين من الجهات المعنيه يتعاونهم. مغاربيا، عبر المبعوث الاممي الى ليبيا غسان سلامه عن استعداد المجتمع للتعامل الحازم مع من يخرق وقف اطلاق النار في طرابلس الذي تم التوصل اليه مؤخرا وترعاه الامم المتحده. وكان سلامة قد التقى الأربعاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، وتباحث الطرفان حول الترتيبات الأمنية المتخذة في طرابلس. نتابع. لن تكون أقل. قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إن هنالك استعدادا من المجتمع الدولي للتعامل بحزم مع من يتلاعب أو يخرق وقف إطلاق النار في طرابلس الذي تم التوصل إليه قبل أيام برعاية أممية، وذلك خلال مناقشة الترتيبات الأمنية في طرابلس وإنشاء لجنة مراقبة لرصد المخالفات. وقابل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الأربعاء المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة لمناقشة الترتيبات الأمنية في العاصمة طرابلس بحسب البعثة الأممية. وأفادت البعثة في تغريدة عبر حسابها على تويتر أن الاجتماع جرى صباحا بمشاركة قادة عسكريين من مناطق مختلفة في الغرب الليبي. وأضاف سلامة بأنه سيعقد اجتماعا مع البعثات الدبلوماسية والسفراء لمناقشة خروقات وقف إطلاق النار ومن يقف وراءها بحسب التغريدة ذاتها.
وأشارت البعثة الأممية في تغريدة أخرى إلى أن الاجتماع الخاص بالترتيبات الأمنية يناقش ترسيخ وقف إطلاق النار وإنشاء لجنة مراقبة ولجنة ترتيبات أمنية. ويأتي الاجتماع بعد عودة الهدوء الحذر إلى العاصمة طرابلس بعد اشتباكات دامت عدة ساعات، فيما لم يصدر عن مكتب المجلس الرئاسي تفاصيل حول فحوى الاجتماع. وكانت قد سمعت أصوات اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في أماكن مختلفة من العاصمة طرابلس الثلاثاء قبل أن يعود الهدوء مع ساعات الفجر بحسب مراسل وكالة الأناضول للأنباء، فيما توقفت حركة الملاحة الجوية في مطار معيتيقا الدولي في طرابلس إثر سقوط قذائف عشوائية عليه في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء. وخلال الفترة الأخيرة شهدت طرابلس اشتباكات بين مجموعات مسلحة متنافسة على النفوذ ونقاط التمركز بالعاصمة قبل أن تتوقف بتدخل أممي أسفر عن وقف إطلاق النار في الرابع من سبتمبر أيلول الجاري. أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا أفريكوم أن المملكة المغربية طلبت منها مؤخرا 222 دبابة في سياق مقالة أنه تحديث عسكري متواصل منذ العام 2016. وبحسب رئيس قسم العمليات الإقليمية بأفريكوم سكوت توثر، فإن التسليم النهائي لهذه الدبابات كان مقررا نهاية شهر أغسطس الماضي. التفاصيل في هذا التقرير. القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم تؤكد أن المغرب طلب مؤخرا 222 دبابة من طراز برامس في إطار التحديثات العسكرية المتواصلة منذ العام 2016. جاء تصريح قيادة أفريكوم على لسان سكوت هوثر رئيس قسم العمليات الإقليمية بالقوة الأمريكية، الذي أضاف أن التسليم النهائي لهذه الدبابات كان مقررا نهاية شهر أغسطس الماضي. ولن تمكن برامز الأمريكية الجيش المغربي من تحديث أسطوله وتعزيز منظومته الدفاعية وحسب، وإنما ستساعد على تلبية حاجياته الحالية والمستقبلية حسب المسؤول الأمريكي، الذي أشار إلى استفادة المغرب التي وصفها بالكبيرة من برنامج المساعدات الأمريكية الذي يتيح لشركاء واشنطن الحصول على تجهيزات عسكرية وأسلحة تبقى فائضا لدى الجيش الأمريكي أو تم استعمالها بأذمان تفضيلية أو على شكل منح ومساعدات. وقال المسؤول الأمريكي إن هذا البرنامج مكن المغرب من الاستفادة من أسلحة أمريكية منذ سنة 94-900 وألف. ووفقا لموقع أرمي المتخصص في الشؤون العسكرية، فإن المملكة المغربية تعد حاليا أكبر مشتر للأسلحة القادمة من السوق الأمريكية على مستوى دول أفريكوم البالغ عددها 53 دولة إفريقية. وذكر موقع هسبريس نقلا عن إيمي شيلر رئيسة مكتب البرامج المغربية لنظم دبابات القتال قولها إن هذه الدبابات تحتوي على مجموعة معدات تسليح متطورة، كما أن لها قوة مراقبة بصرية وجهاز تسديد مرتبطا بجهاز تقدير المسافة بالليزر، وهو من صنع شركة نورثروب جرومان، بالإضافة إلى قوة الإخفاء أثناء التحرك عن طريق نفث غازات تموه العدو في أرض القتال. وتعتبر هذه الصفقة الثانية هذا العام بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، فقد أعلن في بداية النصف الثاني من العام الجاري عن صفقة وصفت بالأكبر بين الدولتين، حصلت بموجبها المغرب على أسلحة وصواريخ متطورة. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها. رئيس اللجنة الانتخابية يؤكد اتخاذ إجراءات جديدة من أجل تأكيد شفافية الحياد وتسريع عملية الفرز خلال الجولة الثانية. حزب المستقبل ينتقد أداء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ويقول إن انتخابات الجولة الأولى شهدت بعض الخروقات. حاضرون من مدينة باسكنو يحتجون أمام القصر الرئاسي بنواكشوط ويناشدون الرئيس بالتدخل لإنقاذ المتضررين من السيول. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على فيسبوك الظاهرة على الشاشة. دمتم في أمان الله. السلام عليكم.